لماذا سمي شهر رمضان برمضان؟ شهر رمضان سمي بشهر رمضان، شهر مقدس عند الله سبحانه وتعالى. هو شهر كنحسوا كنقدروا نحسوا بديك الناس بزاف كيكونوا في الزنقه عايشين تما بالجوع، كيقايلوا نهار كامل بالجوع وصافي، والقران والعباده. هذا البرنامج يقدم لكم برعايه وكاله الاسفار الرائده مروكو ترافل بطنجه وتطوان. لماذا سمي برمضان؟ والله ما نكذبش عليك، باش يصوم باش يصوموا بنادم وصار. والله ما عارف علاش ما نكذبش عليك خويا. شهر نقول لك شهر، حيتاش اخويا شهر ديال العباده والصلاه. القران تنزل في ليله 27، القران راه مذكوره في سوره القدر، بغيتي كاع نقرا عليك ما كاينش المشكل. الصلاه ديال التراويح في رمضان معروفه، كيزيد يحفز الواحد على الصلاه، وديك الصيام الدراري صغار كيشوفوا الناس كبارين كيصوموا كذا، كيزيد يقربنا داك الشيء من عند الله سبحانه وتعالى. وبنادم كيكون كيدير شي فحشه ولا شي حاجه راه كيبعد منا، وكيقول لك الصيام راه ماشي كتمتنع على الاكل، وكتمتنع على الشهوات كلها، يعني شهوه الاكل شهوه راك عرفتينا اخويا علاش كنهضر. اخويا وداكشي اللي كاين طوا شهر رمضان، حيت فيه نزل القران وصافي، وكنصح زعما الشباب يقرا القران مع هاد الوقت اللي في حنايا بعدنا من هادشي الصلاه بزاف وهادشي القران بزاف. شهر رمضان نسمي به شهر رمضان لان شهر نزل فيه القران، نزل فيه بزاف الحاجات، ويعني الصيام كيفاش غادي نقول لك، فيه الصلاة، فيه واحد الشهر كيقول بأن شهر الصيام، شهر المغفرة، شهر الرحمة. شهر الإسلام. لا فهمت تسمى مادام كيبقى شي سكار كدا الصلوات. هو الشهر اللي نزل فيه الوحي على سيدنا محمد، وشهر يعني مقدس، يعني ديك الشهر كيكون فيه الحسنات زايدين، وماشي بحال كباقي الشهور، يعني خصوصا العشر ايام الاخيره من رمضان، يعني كتكون ديك الايام ما كتوقعش من نهار كيكون فيها ليله 26 اللي هي ليله القدر، فهمت؟ يعني كيكون واخا حنا كنعرفوا يعني 26 هي ليله القدر، لكن هي ما كتكونش يعني في ديك 10 ايام عندها ما تكون شي يوميه، فهمت؟ لذا القرآن نزل على رسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.